السلام عليكم اعزائي، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد التشكيله اخرى من هاد الحلوه ديال الدجاج او ديال الورده. المهم هاد السيليكون كيكون فيه هاد ليمون ديال السيليكون كيكونوا فيهم عده اشكال. الصراحه كيجيو زوينين وسهلين. هاد الحلوه ديال اليوم غادي نديرها بالكوك جوز الهند، وغادي نزينها بالشوكولاتة الابيض كيف كتشوفوا الشوكولا البيضاء. كنتمنى هاد الوصفات تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا للمراحل والمكونات ديال هاد الوصفه. كنحتاجوا في هاد المقادير ديال هاد الحلوه ديال السيليكون. صراحه جيت لكم بواحد الفكره زوينه ديال هاد الحلوات ديال السيليكون، صراحه كيجيو جد رائعين بزاف. دابا غادي ندوزوا للمقادير. كنحتاجوا هنايا 220 غرام ديال الكوكو الجوز الهند يكون مطحون مزيان. كنحتاجوا هنا 150 غرام ديال السكر كلاصي سكر بودره. كنحتاجوا هنا 20 غرام ديال الفارينه الفورت الدقيق الابيض. كنحتاجو 3 حبات من البيض. هنايا كنحتاجو 60 غرام ديال الزبده مذابه. كنحتاجو هنايا 100 غرام ديال اللي فروي هاد الفواكه المعسله. الصراحه اللي بغى يديرها اللي كيبغيها زعما يستعملها، اللي ما تيحبهاش ماشي مشكل ما يستعملهاش. كنحتاج هنايا قشره ديال هذا ديال الحامض، الجلده ديال الحامض زيست. وكنحتاجو هنايا خنيشه ديال الفانيليا. وبالنسبه للتزيين كنحتاجو 200 غرام ديال الشوكولا البيضاء. وكنحتاجو هادو الملون، هذا الغذائي داك البريونت، انا غندير هذا الفضي والذهبي كيف كتشوفوا. غندوزو دابا للطريقه. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نضيف الكوكو جوز الهند هو الاول. غادي نضيف عليه سكر كلاصي سكر بودره. غنضيف عليهم الدقيق. غادي ندمج هاد العناصر مع بعض كيف كتلاحظوا. غادي نضيف عفوا الزبدة. نضيف البيض، حبات البيض مباشرة. غادي ندمج هاد العناصر مع بعضياتهم حتى ينسجموا ليا مزيان كيف كتشوفوا. هاد الخليط ديال هاد العجين كيجي خفيف. كي كتشوفوا كتيجيو القوام ديالو بحال ما هكذا. غادي نضيف هادو فواكه المعسله اللي فروي. غادي نضيف الزيست ديال الحامض قشره ديال الحامض. غادي نضيف خنيشه ديال الفانيليا. نحاولوا ندمجوهم جيدا حتى نحصلوا على واحد الخليط رخو كيف كتشوفوا. عفوا بحال ما هكا.
دابا انا غادي نضيفهم في هاد الليمون هادو. انا غادي ندير هاد الزواقه هادي ديال الورده كيف كتشوفوا، وغادي ندير حتى هادي غادي نعمرهم، ما نحاولش نعمروهم بحال ما هكا بزاف، نديروا مقدار ديال معلقه صغيره، نعمروا نصف هاد الوريده، نصف ديال المقدار، ما نعمروهاش حتى الفوق. نفس هاد الليمون هادو هاد الشكل الثاني كيف كتلاحظوا، حاولوا نقادوهم مزيان باش يجيو متساويين مع بعض. انا غادي نستمر في هاد العمليه حتى نعمر هاد الليمون كاملين، وغادي ندير ليهم بحال ما هاد بحال ما هكذا شويه باش يحيدوا لي ديك الفقاعات ديال الهواء، وغادي ندخلهم الفران درجه ديال الحراره 180 او 160 ونخليهم تقريبا 20 دقيقه. كيف كتشوفوا دابا انا ذوبت هذا الشوكولاط الابيض، غادي نضيفه هنايا، ها هما هادو ملي خرجتهم جاوني على هذا الشكل كيف كتشوفوا هكذا، وهذه الشكل الثاني بحال ما هكا. انا غادي نضيف دابا الشوكولا هنا، كيف كتشوفوا ضفت عليهم بحال ما هكذا الشوكولاط، يكون الشوكولاط يكون زعما بزاف كثير هنايا، وغادي ندير ليه بحال ما هذا الشكل هكذا، حيت هذا الشكل بغيتو يدير ليا تجيني كامله فيها الشوكولا عامره كامله. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا غادي نهزو في الجوانب بحال ما هكذا، نفس الشيء بحال ما هكذا، كتلاحظوا بحال ما هكا، نجيب الجوانب كامله خاصني نعمرها، وغادي نضيف بحال ما هكدا حتى يخرج ليا بحال ما هكا من الجناب، حيت انا بغيتو يجي كامل فيها الشوكولا البيضاء بحال ما هكدا كيف كتشوفوا. نفس الطريقه عفوا نفس الطريقه لهذا الشكل ديال الورده بحال ما هكا، نوزعوا الشوكولا في هذا الليمون كامل لداخل كيف كتشوفوا هكذا، وغادي نحشي غادي ندير هذا الوريده نفس الطريقه حتى تيخرج ليا الشوكولاط بحال ما هكا، حيت انا بغيتو يكون في الورده يجيني كامل. انا غادي نستمر في هذه العمليه ديال التزيين، وغادي ندخلو للثلاجة حتى تقبط الشوكولا البيضاء، ونكمل مع هذا هو الشكل النهائي كيف كيجي. وهادو الصراحه كيجيو زوينين بزاف، ومذاق كيجي غزال بزاف بزاف، المذاق ديال الكوكو مع اللي فروي صراحه كيجي غزال بزاف. كنتمنى الوصفه تجربوها وتردوا عليا. وبالنسبه لهاد الوريدات هادو تقدروا تعمروهم بالشوكولات، تعمروهم باي حاجه عندكم متوفره في الدار، بالكراميل، باي حاجه، الصراحه كيجيو زوينين بزاف في الشكل ديالهم، المنظر ديالهم، حتى هاد الوريدات في الشكل ديالهم كيجيو زوينين، والمذاق حتى هو كيجي زوين. كنتمنى الوصفه تشاركوها مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على الجميع، وكنتمنى تدعموا القناه ديالي، ومرحبا بكم، وكنتمنى عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو يا ربي امين، الى وصفه قادمه ان شاء الله.